مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه النافذة الإعلامية المطلة عليكم من قرية كيسان قضاء بيت لحم، حيث نقف اليوم على اعتداءات المستوطنين التي تسير حتى هذه اللحظة في أراضي القرية. سوف نجري لقاء في هذه اللحظة بينما يتجول المستوطنون من حولنا ويحاولون استفزازنا في هذه اللحظة. سوف نجري لقاء مع الحاج سميح أبو زهير صاحب الأرض التي يمنع الاحتلال حرثها في هذه اللحظة ويحاول الاستيلاء عليها. حاج أبو زهير، بعد الترحيب بك، لو تحكي لنا عن الأرض وعن اعتداءات المستوطنين. الأرض إن الأرض تبعنا لقدام، إحنا مش هنا أرضنا كويس، هذه الأرض لأولاد عمنا دار أبو جلغيف كويس، احنا بعد هيك الارض تبعنا، وهذه الارض نملكها احنا من 200 سنه ولا اكثر من 200 سنه لابوي كويس، ومعايا فيها سند ملكيه من عصيو كويس، والمستوطنين بيجوا هنا بقول لك هذه الارض لنا، كيف الارض لهم صارت؟ احنا بنيجي نزرع، بدنا نيجي نزرع ونحرث، بيمنعونا ومعهم كلب، بفلتوا الكلب على الريان وعلى وعلينا. وسلامتك، شو بدي احكي اكثر من هيك؟ يعني راينا قبل قليل الكلب الذي يعني تجيء به مركبه الاحتلال، الان قبل قليل تحركت بعد ان اعتقلت احد الرعاه من قريه كيسان، قلنا قد جئنا ولم يعني ندرك الحدث الذي حصل سوى في آخره، لأنه حصل بغتة، قطعان المستوطنين هجموا على مواطن لم نتعرف عليه بعد ونقل إلى مركبة غير معلومة. المستوطنون حتى هذه اللحظة يقومون بتصوير المواطنين. هنا يظهر في يعني خارطة التي يظهرها الشيخ أبو زهير. أبو زهير إيش هاي الخارطة؟ خارطة مساحة في الموقع. خارطة مساحة في الموقع، الأرض طبعاً جزء منها، حتى مش كلها. هاي الخارطة جزء من الأرض كويس، هذه المساحة عملناها إحنا، وهنا هيا صورها، بدك صورها؟ هاي المساحة، هاي المساحة باسم عبد الرحيم صياح مبارك. امسك معايا. الان الاحتلال لا يعترف بها ويحاول الاستيلاء عليها؟ نعم. يحاولون الاستيلاء عليها المستوطنين. المستوطنين اللي يحاولون الاستيلاء عليها. كويس، وهذه الارض احنا سيدي بملكها وابو سيدي من اكثر من 200 سنه. منيح. معانا احنا فيها كمان حجه من سنه 1256 هجري، يعني 1815 ميلادي. كويس، هذه الأرض يعني لجدودنا، وهذه الأرض إحنا بدنا نحافظ عليها، وكل ما بنيجي هنا المستوطنين تعيين المستوطنة اللي هنا بيمنعونا إن ندخل على الأرض، حتى أهل كيسان بيجوا هنا بغنمهم كمان بيمنعوهم منيح، وهذه الأرض إحنا معانا اليوم إنه تنسيق إنه نحرث الأرض وكذا، وهي أنتم شفتوا الاعتداءات قدامكم كيف قاعدة بتصير علينا. لا حماية لكم طبعا. إحنا لا حماية إلا الله إنا. كويس، بس احنا لازم المؤسسات كلها والفعاليات والمؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه انها تتجه لهذا الموقع، لانه هذا الموقع على خط التماس على مستوطنه معالي اموس، يعني تله الجبل هذه كلها منيح احنا نملكها، وهذه بمحاذاه مستوطنه معالي عموس، فعلى خط التماس منيح احنا فيش بيننا وبينهم غير الواد. كويس، وهذا موقع يعني بالنسبه لأهل المنطقة كلها هذا موقع استراتيجي، يعني مش لازم انه يكون في اعتداءات من المستوطنين، يعني فنرجو احنا من الإخوة في الارتباط وفي وزارة الحكم المحلي في البلديات المحافظة منيح انها تتجه لهذه المنطقة لكي توقف يعني مع المواطنين هان. يعني يحاول المستوطنون فرض أمر واقع جديد. هنا في الخلفية خلفك يظهر المستوطنون وقطعان الأغنام التي جاءوا بها، والتي يعني انسحبوا قبل قليل بعدما جئنا إلى هنا. على يمين الشارع ونحن داخلين رأيناها بركسات وراعية أغنام، تبدأ البؤرة الاستيطانية من هكذا ثم يمنعون. هو يدعي هذا اللي هو راعي الغنم اللي هان كويس مالك الأغنام هذه، يدعي انه هذا الشيء تحقله كله
الشيتح بقول لك انا الشيتح لف كامل هذا الي والواد مش الي. قلت له انت ما الك ولا اشي هنا وما معك اوراق واطلع من الارض كويس. فاجيت انا قبل هالمره هنا وتكتلت انا وياه منيح. فاحنا اللي صار معانا هنا وصلناه من خلالنا وصل للمجلس وشو الاحداث اللي صارت. واحنا بنطالب في جميع المؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه انها تيجي توقف وقفتها معانا هان لكي احنا نقدر يعني نثبت هذه المنطقه، وهذه منطقه على حدود التماس، هذه منطقه يعني لازم نثبتها احنا والمؤسسات والفعاليات. بالطبع يعني الاحتلال يستفرد في هذه المنطقه ومناطق اخرى عده، يعني بينما نحن نجري الان المقابله نستمع الى او سمعنا صوت الكلب، هذا الكلب الذي يهجمون به على اهالي القريه. نعم بيجيبوا فلفل معاهم برشوا علينا وفلفل و ويعني صار اكثر من مره عده ادعاءات هنا يعني اعتدوا علينا كويس. واحنا قاومناهم وحتى ايامها يوم احنا كنا نيجي ما كانش يعني حتى نتصل احنا انه حدا يجينا او كذا، ما كانش حدا يجينا يعني من المؤسسات. وهذا الاشي يعني لازم الدوله اللي هي تاعتنا الدوله الفلسطينيه بجميع مؤسساتها توقف معنا الوقفه منيح في ارض الصمود. احنا هذه ارض صمود وهذه الأرض منيح للشعب الفلسطيني ولازم كنا نوقف وقفة واحدة مع بعضنا. في المرة السابقة يعني قبل فترة قبل حوالي 3 أسابيع ربما أو 4 شهر كان المستوطنون قد اعتدوا عليكم، كنتم متواجد، أنت كنت متواجد. نعم هنا. نعم. ما الذي حصل وقتها أو يحصل باستمرار؟ أجانا وجاب لنا معاه كلاب اثنين بعيد عن السامعين وجاب لنا كم من واحد من المستوطنين وجاب فلفل. وقلت له انا مش متحرك من هنا، هذه الارض إنا وانت اطلع منها، اصلا انت اللي جاي عليها ممنوع تيجي عليها، انت روح على البركس تاعك وقعد فيها هناك، ما لكش تيجي على الارض هنا. فصار يقول احنا انا هذه الارض الي وهذا. قلت له فيش لك اشي هنا، اعطيني اوراقك اذا في معك اشي لك كان في الارض او تملك اي شغله، واي عصيون موجوده جيب الاداره المدنيه. واحنا عملنا اتصالاتنا على اساس انه تتواجد معنا اي مؤسسه حكوميه او غير حكوميه، ما كانش يعني في تجاوب في هذا الموضوع. فقمنا بتبليغ مجلس كيسان بالمضايقات وبالشغلات اللي قاعده بتصير معنا كاحنا اصحاب الارض وكرعاة الاغنام اللي في المنطقه من منطقه كيسان. وصار انه حكوا مع رئيس المجلس، حكى مع حسن بريجية مع مقاومة الجدار وانه بده يصير فعالية، وهذا الحكي قبل 3 أسابيع على اساس انه يصير فعالية لهذه المنطقة من جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كويس. واحنا بننتظر، احنا بننتظر لانه لكي هذه المؤسسات تستجيب لنا وتأتي لهذا الموقع، لأنه هذا موقع يعني إذا بتروح هذه التلة كويس راحت كل الأراضي وصلوا كيسان. هذه تلة على منطقة التماس بيننا وبين المستوطنة، وإنت ملاحظ يعني حتى إذا إحنا قربنا للمنطقة بزيادة بتشوف إنه إحنا على خط التماس، يعني فيش بيننا وبين المستوطنة غير الواد كويس. إحنا نملك في هذه الأرض يعني في بير، يعني البير هذا له 100 سنة كويس، هيو من شكة الجبل من غادي قبال المستوطنة كويس. والأرض هذه إحنا بدنا نحافظ عليها، لو بدمنا بدنا نحافظ عليها كويس للفلسطينيين ككل. يعني هذه الأرض يعني بتخدم الكل منيح، بتخدم العيان الغنم. إحنا بنيجي بدنا نحرث بدنا نزرع كويس، بنلاقي في مضايقات كثير. بالعودة إلى الموضوع، كنتم قد نشرتم عبر صفحات التواصل الاجتماعي دعوة يعني لفعالياتكم التي أردتم أن تقومن بها، والآن يعني نعم إحنا نشرنا كتبنا كتاب رسمي للمجلس منيح بهذا الحكي، وطلبنا من المجلس لأنه المخول في هذه المنطقة بأنه يخاطب جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمحافظة ورؤساء البلديات بالتوجه لهذه المنطقة كويس مع منطقة مع حماية الجدار لكي نقف وقفة أمام هذا المستوطن المتغطرس اللي هو بدعي وبيقول إنه إلي. وإنتوا يعني هسه شفتوا قدامكم أجل حج والدي، من أول ما شاف الحج والدي سحب حاله في غنماته والرايح. احنا كنا نيجي الشباب هنا منيح ويصير في مضايقات كثير كويس،
وربما ايضا بعدما راى الاعلام رانا كطاقم اتينا معكم ربما انسحبوا. لا يملك اي شيء في هذه المنطقه، لا يملك اي شيء ولا له اي شيء هنا، ما له، هو له ما بعرف، حتى هو له حاط هناك في هالبركسات بعيد عن هالمستوطنه ما بعرف كويس، بس لا يملك اي سنتي منيح من الشارع وتحت، لا يملك. هذه ارض اللي في الشارع لناس، هذه الارض اللي احنا واقفين فيها لناس من دار ابو جلغيف، وهذه الارض يعني لناس من العبيات، وهذه الارض احنا لارض للنبهين كويس اللي هم دار عوده. هذه المنطقه احنا نملكها كويس، واحنا يوم عملنا مساحه من زمان في هذه الارض كويس لم نجد مضايقات ولا شيء، يعني لانها الارض ارضنا وما في مضايقات، واحنا مسحنا جزء من الارض، من مساحه الارض ككل، ما مسحنا الارض كلها، بس احنا بنعرف حدود ارضنا وين بتصل حدود ارضنا. وفي اعتداءات منيح صارت بالشقه بالمنطقه الثانيه من جنب المستوطنه من تحت لاراضي ناس يملكونها ومعهم اخراجات قيد من عصيون في هذه الاراضي كويس، وبالتالي الارض ليست بور كما يحاولون فرض امر واقع التي وانما وانما لعائلات وموثقه وبالاوراق. الان تظهر معنا في الشاشه والصوره المستوطنان اللذان بقيا هنا لمضايقة الناس. نرى المستوطن صاحب القميص المخطط بالأزرق يحاول الاعتداء وطرد المواطنين من هنا. أول يعني في اللحظة الأولى التي وصلنا فيها إلى المنطقة مسك حمل هاتفه وبدأ بتصويرنا وتصوير الموجودين ويحاول الاحتكاك جسديا بعض الشيء مع المواطنين، حتى أنه حاول يعني الدوس على أقدامنا وهو يمر بجانبنا كحركة يعني كاستفزاز لنا في خلال تواجدنا. لكن مع حضورنا ووجود الكاميرا معنا خفف يعني خفت وطأة حدتهم في استفزاز المواطنين في هذه المنطقة، وانسحب رعاة الأغنام المستوطنين بعد حضورنا إلى المكان. الآن في هذه اللحظات نرى في الصورة محاولة، يعني تبدو الصورة يعني المستوطن يحاول أن يثني المواطنين من عن فعالياتهم التي أتوا بها. يبدو التراكتور الذي جاء لحراسة الأرض خلف المركبة متوقفا، أنزلوا الراكب منه. الآن في هذه اللحظة يحاول يعني كما نرى الحديث مع المواطنين، لا ندري العبارات التي يتفوه بها في هذه اللحظة وكيف سوف نتجه بطبيعة الحال إلى تلك النقطة يعني لمعرفة ماهية الأمور. إن شاء الله. يعني المستوطن طلب منكم أو يعني أن تركنوا مركباتكم هنا، يعني راح تطلعوا في التراكتور على الأرض بتكونوا تكملوا حراستها؟ نعم نعم، نحن رايح إن شاء الله بإذن الله إن نحرس هذه الأرض كويس، وإحنا قبل هالمرة حرسناها ما كان في هذا المستوطن كويس ولا إشي. هذا المستوطن له تقريبا يعني شهر زمان بيجي بيعتدي على الأرض، شهر شهرين هيك إشي، هو والرعيان اللي معاه المستوطنين الثانيين، هم ما لهم أي صفة في هذه الأرض كويس، ولا أي صفة ولا يملك أي سنتي في هذه المنطقة، بس هذه كلها عربدة مستوطنين كويس، وهذه العربدة إنهم بدهم يستغلوا منيح المواطن إنه يحطوا إيدهم على الأرض بأي طريقة. بالطبع. الآن سوف نحاول الاستماع إلى الحديث الذي يدور وماذا يحاول المستوطن يعني ان يفعل هنا في هذه اللحظه. هذا بقول لك الارض اللي جعطتني اياها. Someone from you, the gas in face my uncle now in the Sion. Number one, number two, the dogs every today take the yes goats. Why? Why? Yes. You want me to? He's cute dog. You know what? He's cute. No, no, no. Well, this is cute. This is a wash. This is cute. Yeah, we'll see. Father, you see you. You very liar. You very liar. You want to listen? You want to listen? You want to listen? You want to listen? I'm not saying you're a liar. What are you doing here? I'm not shouting. I'm not saying you're a liar. I'm telling you that you're a liar. I have pictures of all these people with stones.
throwing stones. I have picture of them. يعني في هذه اللحظة يبدو المستوطن يحاول أن يتملق خلال هذه الصورة يعني ليثبت ظهوره هنا. يعني أن شغلنا الكاميرا حتى بدت نبرته أقل، حتى بدت الصورة تبدو وكأنها ألطف، ولكن في طبيعة الحال يعني المواطنون هنا عانوا من الاعتداء في المرة السابقة من نفس المستوطن. المواطنون هنا يعلمونه بنفس اللباس، لا زال يرتدي نفس القميص، لا زال يعني بنفس السلوك، يحمل الكاميرا ويصور الجميع ويحاول أن يعتدي بيده ويقوم بوكز المواطنين. هذا الكلب قبل فترة كما استمعنا إلى شهادة المواطنين أفلتوه على الرعاة وعلى أهالي المنطقة المحتجين، وكاد أن ينهش ربما الأطفال وكذلك الشبان الذين تواجدوا للرباط في أرضهم هذه في قرية كيسان قضاء بيت لحم. كما ترون يعني المشهد يبدو مألوفا للأسف. في بقية المناطق تحدث نفس التفاصيل في بداية البؤرة الاستيطانية. في هذه اللحظة تصل قوة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تركن مركبتها، ويعني يترجل مجموعة من الجنود ربما وضباط الاحتلال الذين وصلوا في هذه اللحظة لحماية المستوطنين المستوطنين اللذين بقيا برفقة كلبهم المحبوس. هذا الكلب الذي يتكلم عنه أنه لطيف يعني ونعته بلفظه كيوت موجود في صندوق المركبة كما رأينا مسيج، يعني ربما لو لم يكن لو كان لطيفا لما حبسوا الكلب هكذا ونقلوه معهم بهذه الهيئة. الآن في هذه اللحظة جنود الاحتلال أو ضباط من الاحتلال يترجلون من مركبة تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي أتوا لحماية المستوطنين. حتى هذه اللحظة يعني تستمر الأحاديث بين المستوطن والمواطنين. This is not for you. It's not me. Not for you. It's not me. This is not for government Israeli. This is government Israel. This is government Israeli. No. Yes. No. No. It's obvious. And there, voila, you go. Government, take this in power. No. Yeshchok. Yeshchok. No. Yeshchok. No. Yeshchok. Maybe this. يحاول من خلال حديثه تثبيت فكرة أن هذه الأرض تعود لحكومة الاحتلال الإسرائيلي. يعني ويتصرف بناء على هذا الكلام وهذا الادعاء الذي يحاول من خلاله يعني إيجاد حجج لتواجده في هذه المنطقة. هذا المستوطن، بس يعني بدي أسألك، هذا المستوطن كان في المرة الماضية كان في اعتدى من قبل المعتدين؟ نعم من قبل هذا المعتدين. كويس علينا، كويس، وجاب لنا كلاب منيح معاه، كلبين كويس. والزلمة هذا بقول بدعي، وهذه أرض صمود، هذه أرض لكل الفلسطينيين، أرض صمود. يعني يتكلم يعني يحاول أن يبدي طريقته لطيفة ويتكلم عن أن هذا الكلب هو لطيف لا غير صحيح، أنه جاب معاه فلفل كمان يرش علينا فلفل. هذا المستوطن صاحب القميص الأزرق؟ نعم، هذا صاحب القميص الأزرق، واللي هو اسمه مش عارف اسمه. أنا هذيك المرة بقول له أعطيني هويتك، أنا بدي أشوف شو إلك أنت هنا، ما عرفتش، ما عارف اسمه، أفرام بعرف شو اسمه. واحد راعي غنم اسمه إسحاق أثر شو عليه محمد،
محمد ابراهيم عبد الله اخذوه ورشوا عليه غاز عشان نبرع بالغنم. ها طب ما هي الارض، هاي الارض لجدودنا وجدود جدودنا، كيف بياخذوها يعني؟ كيف بيقولوا انهم لها؟ كيف الحكومه الاسرائيليه بتقول انها لها؟ هذه ارض صمود، ارض شعب فلسطيني وارض صمود، هذه ارض للكل. هذه الارض لازم من كل الشعب انه يوقف فيها، مش بس هاي الارض، كل جميع اراضي فلسطين هذه اراضي صمود، هذه أراضي للشعب الفلسطيني وأرض صمود، لازم جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والرسمية وغير الرسمية تباشر بعملها، بعملها الوطني في هذه الأرض. في هذه الأرض، أنا هذه الأرض مساحتها قبل 15 سنة كويس في يوم الأرض، كويس أنا نزلت في يوم الأرض ومساحة هذه الأرض كويس، مساحة لقوف لاعتداءات عليها من أي جهة، من أي جهة، من جهة المستوطنين أو المستوطنة نفسها، كويس؟ في هذه اللحظات ينسحب المستوطن يعني ويلوح بيده، هذا المستوطن الذي اعتدى في المرة السابقة ورش الغاز، غاز الفلفل، ويعني يعني نرى كمان يعني الكلب الذي قال عنه لطيفا، يعني يحتاج يعني هو يحمله معه بهذه الهيئة، هذا الكلب هو اللطيف يعني بهذه الهيئة ينقله معه، المواطنون يقولون إنه إن هذا الكلب وكلب آخر اعتدوا أيضا على المواطنين، ربما نهش بعضهم أو روع بعضهم. إذن في حال ذهب لا سمح الله لا قدر الله الأرض هذه سقطت حمايتها، يذهب سقطت حمايتها، يذهب الجبل بالكامل. نعم نعم، إذا سقطت هذه الأرض الجبل كله بروح، هذا الجبل فيه فوق 3000 دلم. هذا الجبل وهذه المنطقة ظهرت المزراب؟ لا، المنطقة هذيك ظهرت المزراب، هذا كله الجبل ظهرت المزراب، هذا كله الجبل، وهذا الجبل حوالي يعني ما يقارب فوق 2000 دلم. بالطبع، لو تحدثنا أكثر عن المستوطنات المحيطة التي يحاول احتلال خنق المنطقة من خلالها، هنالك ثمة كسارات مصنع حجر ربما في يعني غاد وراء وغاد كمان ايضا. نعم، هذيك في المنطقة اللي قبالنا مباشرة، كويس، اللي هذه المنطقة اللي قبالنا مباشرة، هذا بنى جديد، هذا صار بنى جديد عموس لمستعمرة عموس، هذا بنى جديد منيح، وهذا البنى اللي صار جديد يعني مش بدك تقول هذا مش قانوني، يعني بالنسبة كمان للإسرائيليين هذا مش قانوني، يعني هذا اعتداء على أراضي مواطنين، بس هم مشيكين المنطقة لحد تقريبا بعد قبل الواد بحوالي تقريبا 200 متر، كويس، وهذا يعني كله اعتداءات على المواطنين. فاحنا كمان يعني قدمنا اوراقنا قبل فتره الكورونا لهيئه الجدار، كويس، من خلال السلطه جميع اوراقنا، مش بس احنا يعني جميع المالكين في المنطقه، كويس، لكي ندافع عن الأرض. فأنا يعني بطلب يعني وألح في هذا الطلب على جميع المؤسسات الحكومية، لأنها أرض صمود للشعب الفلسطيني، مش لكفرد ولا لملكية ولا هذه إلي ولا هذه مش إلي، إحنا هذه الأرض يعني كلها إجمالا، يعني الجبل كله منيح وما حواليه هذا الجبل، هذه أرض صمود ولازم إحنا نوقف لهذول للاعتداءات المستوطنين عليها، ولازم نكون احنا قانونيين ومغطيين من جميع الجهات الحكومية والارتباط المدني الفلسطيني، كويس. احنا معانا اليوم، كويس، اللهم صل على سيدنا محمد، تراكتور بتنسيق مع الارتباط الفلسطيني لكي يحرث الارض اللي هي ظهرة المزراب، وان شاء الله بدنا نحرث الارض، يعني شو ما بتكلفنا هذه الأمور بدنا نحرث الأرض، وإحنا جايبين معانا زريعة بدنا نزرعها، وجايبين معانا شعير وقمح بدنا نبذره في الأرض. بالطبع، يعني شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، كما ترون يعني إلى هنا يتوقف المشهد قليلا، هنا هذا الجبل ظهرت المزراب في قرية
انا من عباره من زيت. كيف سوينا؟ انا قلت لك انا عابر على الارض. انت مش هون. ماشي. انا من عباره. انا بطلب منك تيجوا يوم الاربعاء. اخي معلش خلينا نحكي. هديت مو هون، مو هون. انا اسئله معروف، انا يوم راح. يعني يحاول الولد الجندي أن يذهب المواطن هذا جانبا لثنيه هو وبقية المواطنين من أن يكملوا طريقهم إلى أرض الحاج سميح أبو زهير. ويعني خلال الحديث يفهم من حديثهم أن يعني يقول أن هذه الأرض معه ثانيه من أن يعبر إلى أرضه من خلال هذا الجبل، من خلال هذه المنطقة التي نقف عليها. في هذه الأثناء يعني هنا في ظهرة النزران في قرية كيسان. كما ترون أيضا يعني الأحداث لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة في قرية كيسان ظهرة النزران. المستوطنون يحاولون ثانية المواطنين من الوصول الى الحين في الكاميرات لقيت ساعه الجمهور زي ورحنا بيتي زو كمان يوم لما يوم اصلا بدي يكون هالكل جيش بدي انا اكون بقدر اصلا انا ما بقدر اكون بقدر اليوم اصلا انا كمان شغال او من شاد اختار كمان ثلاثة أربعة جابوا لنا كلاب وفلفل كويس بقول له أنا جاي أبعد الأرض جابلنا معاه فلفل وجابلنا كلاب معاه يهجموا علينا منيح واحنا بنقول له احنا مسالمين جايين مش معاك انت ما لك רוצים גם להיות פה, שהם לא יבואו שוב, כדי להתעסק עם מקומות אחרים. בסדר? يعني يحاول الاحتلال في هذه اللحظة الاستمرار في ثاني المواطنين ويطلبون منهم أن يعودوا يوم الأربعاء في محاولة لإبعاد المواطنين بأي وسيلة من هذه المنطقة التي يحاول المواطنون من خلالها الوصول إلى أرضهم لحراستها. على الظهر على التل على التل حج حج هذا يحاول الابتعاد عن الكاميرا والاشتراط بأن يكمل حديثه مع الحاج بعيدا عن كاميرا الإعلام في هذه اللحظة.
ذهب المستوطنان وأعدى بهذه العناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي ليعني يحول بين وصول المواطنين إلى أرضهم في هنا في ظهرة المزراب في جبل أو في قرية كيسان قضاء بيت لحم. في هذه اللحظة يحاولون منع المواطنين من الاستمرار بفعاليتهم الذين جاءوا بالتراكتور لحراسة أرض المواطن سميح أبو زهير في المنطقة. إذا مشاهدينا الكرام يعني يبدو المشهد هنا ربما ينتهي أو يتوقف نسبيا. الاحتلال الإسرائيلي يعني بعد استدعائه من قبل المستوطنين أتت أكثر من دورية عسكرية إسرائيلية لحماية المستوطنين وتأمينهم. في هذه اللحظة يعني يحاولون من خلال الحجج بأنها هذه أرض تعود لإسرائيل، رغم أن المواطنين في قبل قليل يعني أظهروا لنا الوثائق أنهم موجودون، واستمعنا إلى كلمة أحد المواطنين كلمة جوهرية أن هذه أرض فلسطين بورق أو بدون ورق، والمستوطنون هنا يعني والجنود الاحتلال فرضوا عنوة، وبالتالي لا حق لهم وإن كانوا يعني وإن كان لديهم ما كان من ادعاء أو ما شابه. مشاهدينا الكرام، هذا جبل ظهرة المزراب في قرية كيسان قضاء بيت لحم الذي يحاول الاحتلال الاستفراد به من خلال جنوده ومستوطنيه. كان معكم سائد نجم من وكالة جي ميديا، إلى اللقاء.